شخص عزيز على كل الأهلوية، أنا بقول لك شخص عزيز على كل المصراوية وكل العرب وكل من يعرف صالح سليم حتى الأوروبيين. شخص عزيز لأنك لو قلت عليه فنان ما انتش كذاب، لو قلت عليه قائد ما انتش كذاب، لو قلت عليه مفكر وفيلسوف ما انتش كذاب، لو قلت عليه جبار ما انتش كذاب، لو قلت عليه رقيق ما انتش كذاب، لو قلت عليه متكبر ما انتش كذاب، لو قلت عليه متواضع ما انتش كذاب. صالح سليم هذا الخليط الهائل من الصفات، لكن كل صفة منهم محطوطة في حتة تخليه صح الصح. يعني لما تقول متكبر لو اتحطت في حتة غلط يبقى لا غلط. هو متكبر على مين؟ على المتكبر. وهنا تبقى يعني المتكبر على المتكبر نعمة وواجب، ومتواضع جدا قدام البسطاء. لما تقول عليه شخص قوي جدا ما تقول عليه خجول جدا، صح؟ ما انتش كذاب. تخيل الكابتن صالح سليم ده خجول، لا يمكن احد يتصورها، شديد ويبان الخجل. خجله عندما تتواجد المرأة في اي مجلس هو موجود فيه، تجد شديد. اولا لا يمكن، ما فيهوش نظام البحلقة ده خالص خالص، ما تقفشوش كده سهوا بيطرف بعينه ابدا. وكانت كل من يعني حالفها الحظ والتقت به تطلع بهذه الملحوظه، ايه الادب ده؟ الراجل ما رفعش عينه فينا مره. عقب فوزه في الرئاسة الأولانية بقى، صديقنا الجميل رحمة الله عليه علاء توكل كان أهلاوي شديد جدا، وكان راجل عمل وكان عنده روف كبير جدا فوق بيته، فعزمنا كلنا، عزم النادي كلنا بزوجاتنا، وعشان يحتفل جاب فرقة موسيقية، عارف إن كابتن صالح بيحب الموسيقى، وجاب رقاصة. طبعا هي دخلت الناس ابتدت تسقف، وده عامل كده لكنها مش موجودة، فهي طبعا عايزة تلفت النظر، تسللت وراحت عنده وهتحط رجلها عشان تطلع الترابيزة، راح بصص لها كده بصة، نزلت رجلها وراحت متضايرة رايحة حتة تانية، وكله بيبص مشهد الراقصة والمايسترو، وأكن مفيش رقص في موجود. كلفتت الرقصة بتاعتها ومشت. ما كانش سعيد بالفقرة دي، لكن استمتع بقى بالموسيقى العربية واستمتع ببقية الفنون كفنان، يعني كحد فنان يهوى الموسيقى بشكل كابتن صالح. وبعدين دي كانت الملاحظة الأولى للسيدات اللي كانوا معانا. بعد تاني يوم بقى احنا واصحابنا وسيداتنا، ايه ده؟ ايه الراجل؟ ايه التهذيب ده؟ كان شديد الحياء. طيب حكى الكابتن الاستاذ سعيد جواب قصه ان هو لا، ده حامد عز الدين اللي حكاه معاه. ان هو بيخش ما بيسلمش على حد، لكن انا حكاها لي بطريقه تانية. قال لي علي، هو انا اخش من الباب ابحلق ليه ده وبحلق ده ليه ده وبحلق ليه ده، واللي قاعد مع مراته واللي قاعد مع عيلته واللي قاعد، انا مش دور ان انا ابص على الناس عشان اقول لهم النبي شاوروا لي واندهوا عليا وابتسموا لي انا ماشي، ايه اللي هينده لي هروح له؟ حد نداه لي ما رحتلوش؟ انا لو حد نداه لي وما ما 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 ولما يبتسم يبتسم لك بادب كده وتحياء، يعمل لك كده لحد ما يكتشف ان انت مش مظبوط، او يعني هضحكك. مره احد عندي في الاوضه، فايه دخل واحد كابتن صالح المستير ومش اكنه صاحب عمره، فصالح يعني قال لك ده انا 100% الراجل ده انا اعرفه
وذاكرتي خيناني. فابتدى خجله يبتسم كده يعني عايزه يلحقه يقول له هو مين. قال له انا هريحك هريحك يا كابتن. فاكر من 7 سنين لما انت كنت طالع على انجلترا مين ركب جنبك في الطياره؟ هنا الحياء ده كله راح مقلوب. قال له مش فاكر حاجه خالص، بس بطريقه فيها جاب. لكن انت بتاخدني تقول لي انا ركبت جنبك الطياره من 7 سنين. فبقى في ود قوي يسمح لك ومش فاكرني يعني. خلى الراجل بعد ما اتكسف اتنفس. بس هو عند الله يرحمه من الصراحه والوضوح اللي يخليه يكلمه بمنتهى الوضوح، مش فارق معاه حد خالص. قال له الحقيقه مش فاكر خالص. فهو هو كابتن صالح الحقيقه. وبعدين كابتن صالح تعالى بقى شوفه كلاعب في الملعب وتاثيره. اولا مقوله انه كان متكبر على زمايله وحد بيكرهه كذب في كذب في كذب. حتى الاشاعه اللي اتقالت ان هو ضرب الكابتن ميمي عبد الحميد كذب في كذب في كذب. صحيح. هو توجه له ونهره وقال له يا تلعب كذا يا تطلع بره، لان كان بيكسكس وكنا مغلوبين بالترسانه. المهم يعني كان ليها ظروف. فالكابتن ميمي خد بعضه وخرج على طول من الملعب. خرج من الملعب ولعبنا 10 وهو لعب باك رايت يوميها قدام محمود حسن، وقعد محمود حسن يعني كان متفوق عليه، كان محمود حسن ده بيرقص اي حد. فالكابتن صالح حتى ميمي ما يحكي الواقعه دي ما كانش بيحكيها وهو مستاء يعني. صحيح. بس كان بيحكيها صح، اللي ربنا يديله الصحه يعني. الكابتن صالح يعني لما تيجي انت في الانتخابات اول مره تبص تلاقي بولاء معلق له يوفط، وتكتشف ان اللي معلق له اليوفط دي الكابتن مصطفى رياض. مصطفى رياض ده كان مورينا الويل وكان كل الناس تقول عليه زملكاوي. تكتشف انه صلحاوي، اهلاوي صلحاوي. ويجي الانتخابات لحد الانتخابات اخر انتخابات له، واستمر كل من يؤيد صالح سليم وهو بيأيده. هو الحاضر. حتى انتخابات الكابتن الخطيب اللي فات كان موجود. كان يعشقه. هو كان يقول لك انا كان يحب مين جدا في الثلاثه؟ يحبهم جدا في الزمالك. الكابتن حنفي بسطان رحمه الله عليه، كابتن حلم مصطفى عبده نصحي. أيوه. ورفاعي يقول لك رجاله، وكان حريص انه يتواصل معاهم باستمرار. ويقول لك في المنتخبات كان وكان يروح لهم اي مناسبه في المذبح. عبده نصحي ورفاعي. كويس، كان يحبهم جدا. كان اذا اتعزم مثلا على فرح ممكن لمسؤول غالبا ما يروحش، او يعتذر او يحصل حاجه، أو لكن لزميل او صديق لازم. لا زميل او صديق او عامل في النادي. انا فاكر مره علي عواد رحمه الله عليه بيعزمه على فرح ابنه. قال له طبعا يا عم علي. فبقول له هتروح؟ قال لي طبعا هروح. الراجل ده نفسي ان انا اروح له، هينبسط ان انا اروح. ازاي ما اروحش؟ جبر خاطر. لا، كان يدرك قيمة الإنسان، ان ده يستحق الشعور ده يعني. هو كان يتكبر على المتكبر. طيب كابتن صالح من سماته ايضا عشقه للموسيقى، وهو كابتن طارق على فكرة. ولذلك ولادهم فنانين. ايوه، مش لعيبة كورة. صحيح. كابتن طارق ابنه عازف اورج هايل جدا، عمرو سليم حاجه عمر جميله سليم. وكابتن طارق طبعا والد خالد سليم، كابتن صالح الكابتن صالح والد خالد سليم وهشام سليم. خالد مصور ومخرج، وهشام كلنا عارفينه فنان كبير. فنان كبير طبعا. طيب كابتن صالح صانع التاريخ، نشوف هذا التقرير الصوتي اللي بيعرض بعضا من ملامح أسطورة صالح سليم. ولد محمد صالح محمد سليم يوم 11 من سبتمبر عام 1930 بحي الدقي بالقاهرة لأب هو الجراح المشهور الدكتور محمد سليم. والدته هي زين الشرف. ولد صالح سليم كرويا عام 1944 عندما انضم لصفوف ناشئ الأهلي،
بزغت موهبته الكروية مبكرا، استمر لاعبا في صفوف الأهلي حتى موعد اعتزاله عام 67. لعب صالح سليم لأول مرة في الفريق الأول بالأهلي ضد النادي المصري، وسجل هدفا لفريقه ضمن فوز تحقق بثلاثية نظيفة. شارك صالح سليم مع الأهلي في عدد 354 مباراة، كما مثل منتخب مصر في الفترة من عام 1950 وحتى عام 1962. لعب محترفا في صفوف نادي جراتس النمساوي لمدة موسم واحد 62-63. حقق صالح سليم اللاعب عدد 11 بطولة للدوري العام مع النادي الأهلي من أصل 15 بطولة شارك فيها. ساهم في حصول الأهلي على عدد 8 بطولات لكأس مصر، وكذلك بطولة كأس الجمهورية العربية المتحدة عام 1961. دوليا حصل صالح سليم مع المنتخب على بطولة أمم إفريقيا عام 59 بالقاهرة، المركز الرابع في دورة طوكيو الأولمبية عام 1962. سجل صالح سليم خلال مسيرته 101 هدف في تاريخه، منها 9 أهداف وهو ضمن صفوف جراتس النمساوي كمحترف، و92 هدفا للأهلي في مسابقتي الدوري والكأس، كما سجل رقما قياسيا في مباراة واحدة وهي 7 أهداف في مرمى الإسماعيلي موسم 57-58، وفاز الأهلي يومها بثمانية أهداف من دون رد. صالح سليم صانع التاريخ. تبعا هنقدم لكم معلومات عن مسيرته كلاعب كورة وكفنان، لكن أيضا لنا تجاربنا الشخصية اللي نقدر من خلالها نديكوا كثير من ملامح هذا الرجل العظيم والذي يصعب تكراره. أستاذ إبراهيم، أنا قلت إذا قلت عليه جبار ممكن تلاقيه جبار، وإذا قلت عليه إنسان ومتواضع تجده إنسان متواضع. أنت لك تجربة شخصية رصدتها في يوم ما. صحيح. إعلاميا يعني. الحقيقة في أكتر من حوار مع كابتن صلاح الله يرحمه، وكان لي يمكن شرف أو قدر أن ده يكون آخر حوار صحفي أجري مع كابتن صلاح قبل سفره في رحلة العلاج الأخيرة عليه رحمة الله. في مرة من الحوارات دي يا باشمهندس، وأنا كتبت ده في أخبار اليوم، وأنا بحب دايما ما ذكر عن الأموات لازم أن يكون اتنشر، ما لم ينشر قابل لأي حد ما يصدقهوش. وقتها سألته هذه الشخصية الجبارة قوي اللي الناس شايفاها فيها قوة وعظمة، وفيها اللي المهندس عادل قاله فيها قدر من الكبرياء قد يصل إلى حالة التكبر على أشخاص بعينهم، لكن في الناحية الثانية في التعاملات الإنسانية شديد الرقة والعطف والحنو والإنسانية. سألته مين مثلك الأعلى، مين اللي عامل هذا التكوين الغريب؟ قال لي باشمهندس، شوف بقى اعتزازه بعزة نفسه قوي. قال لي أنا لما عملت أنا وعبد الوهاب أخويا مكتب شركة، أعتقد كانت في الأزهر. في الأزهر. فبقول كنت بروح منسوجات، شركة صباغة. أيوه. منسوجات. بقول كنت بروح أقعد فيها بعض الوقت أنا وعبد الوهاب نتبادل. فبقول مرة قاعد في عز الحر وراجل عجوز غلبان لابس فانيلا مقطعة والباس بسيط جدا تقريبا متقطع على ركبه، بقول الراجل بيلف على المحلات بتاعة القماش اللي في الأزهر يجيب منهم الخيش القديم المتقطع، بقول الراجل قاعد في ريح الحيط نص جسمه في الشمس المولعة ونص جسمه المتهالك الباقي في الظل، وماسك الخيط وعمال يعيد تخييط وترقيع الشويلة ديت عشان يروح يبيعها للمحلات اللي عايزاها. فبقول انا متابع الكفاح بتاعه باعجاب شديد جدا. فقال يعني ربنا قدرني، رحت خارج رايح له ومديد له ايدي باللي فيه النصيب. الراجل بيتصبب عرق وعينه تكاد تكون مش شايفه الابره صح ونص جسمه في الشمس، ولما يوصف لك بالحس الفني بتاعه
تحس انك رسم لك صوره للراجل في اعلى درجات التعب وصعوبه الحياه معاه. قال لي مديت له ايدي فاجئني الراجل بنظره كلها كبرياء واستنكار. قال لي بصصت كده وقال لي رجع ايدك لجيبك يا ابني مستوره بالحلال. قال لي قلت له يا حاج احنا اخوات. قال له مستوره بالحلال بزعل. بقول انا رجعت ايديا لجيبي وانا ماشي، بس الراجل ده على بساطته وعلى تعبه اداني اهم درس في الحياه، انه مهما كانت متاعب الحياه ما فيهاش حاجه اعلى من عزه النفس، وانه عزه النفس كسرها ما لهاش اي مبرر. فبقول انا فضل هذا الموقف مع هذا الشخص قدام عيني تحت اي ظرف في الحياه، ان هؤلاء هم الناس بجد. فانت قلت انا دائما لما عامل يعزمه تلاقيه شديد الحرص لازم يروح انه يقف معاه، ما يجيب اي حاجه ويروح. بص انا لما قلت اذل الحرص اعناق الرجال صحيح. وصالح لم يكن حريصا على شيء بالظبط، هو دي القيمه اللي عملت له كل القيم. أيوة. لانه ملوش ماسكه. ايوه يعني ما تيجي تضغط عليه بيدي مش عارف، مش عايز حاجه. تبقى وزير، وزير ايه يا عم انت؟ رئيس اتحاد كوره ما تلزمنيش، رئيس جهاز التلفزيون شهر وسلام عليكم، رئيس مش عارف ايه، هو عشقه ان يبقى رئيسا للنادي الاهلي او يبقى في النادي الاهلي في اي موقع. وكان واضح مع نفسه هو عايز ايه، غير كده مش عايز يبقى اغنى واحد في العالم. كان هو صالح سليم ده لو عايز يشارك اعلى ناس في مصر بالاسم فقط ما كانش عمل بقى مئات الملايين، كان صحيح. عمل، لكن هو مش عايز دي، مش فارقه معاه. طيب معاييره في اختيار اللي حوالين منه. لانه بصوا بقى شخصيه بهذا القدر، لان انا في رايي الاعلام ظلم صالح سليم. الاعلام في مراحل حياه الكابتن صالح اللي بيحبوا الكابتن صالح فضلوا حريصين على هذه الصوره الكبيره العملاقه القويه اللي فيها قدر عالي من الكبرياء، وكتير ما استوقفهمش النموذج الإنساني الطيب شديد التواضع في شخصية كابتن صالح سليم. لكن اللي رافضينه لأنهم رافضين الأهلي فضلوا دايما وأبدا بينموا هذه الصورة الذهنية اللي فيها هذا. ما أصبحش حد رافضه. ما أصبحش حد رافضه خلاص. بعد وفاته اتحسن. هم كانوا خايفين منه وهو عايش بالظبط، لأن أنا كنت بقول له مجاريح صالح سليم. مجاريح صالح سليم دي الخائن والكذاب والمنافق والملتوي كل دول مجاريح صالح سليم. فكم كل ما يمشي في سكته يسقط شويه من دول يخشوا مع مجاريح صالح سليم. لكن بعد ما توفاه الله ما بحدش بيذكر غير الحقيقه بقى. ايوه. فانت سالتني سؤال مهم. لا يعني انا عايز كابتن صالح سليم القائد. لا لانه برضو في نقطه لازم تكون واضحه للناس. بصوا معايير الكابتن صالح سليم في اختيار الناس اللي ممكن تكون مسؤوله عن النادي الاهلي في ظروف صعبه جدا. اذكر في الظرف الصعب جدا في 92 شهدت انتخاب في الاهلي مرتين، في فبراير سحب الثقه من مجلس الكابتن عبد الصالح الوحش عليه رحمه الله، وانتخاب الكابتن صالح بمجموعه جديدة وقتها، واستمرت لنوفمبر 92 إلى أن شهدت فيما أذكر إقبال شديد جدا، وكنت أنا من اللي بيتابعوها وقتها. وأذكر أن أنت فضيت الاشتباك بمقولة الأهلي فوق الجميع عشان تكون شعار مرحلة صالح سليم. أنت ذكرت حاجتين مهمين. يقودون في الآخر كيف يختار صالح سليم رجاله. أيوه. احنا كنا في فبراير أزمة كبيرة جدا في النادي الأهلي. ايوه. ايه الأزمة؟ مجلس إدارة الكابتن عبد الصالح الوحش كان فيه إشكاليات كتيرة، استقال الكابتن عبد الصالح الوحش. وأعقبه 6-7 استقالات، كابتن حسن وكابتن الخطيب وكابتن محرم الراغب واسمه ودكتور عمرو علواني وحسني غانم والمستشار عبد المجيد محمود. وكان المنطقي ان المجلس يعني يتحل وتتعاد الانتخابات.
فوق الجميع ان المجلس قد يستمر بالثلاثه اللي باقيين او الاربعه اللي باقيين، بالثلاثه اللي باقيين، ونما الى علم الناس ان في جواب وصل تم اخفاؤه، ايوه، اللي بموجبه ان يستمر. الجواب كان بيقول يحال الانتخاب المجلس وتعاد الانتخابات، يعني تعقد جمعية عمومية بهدف انتخاب مجلس جديد. أيوه. المخطط ان الجواب ده يتحفظ عليه لحد ما يتم اقناع الوزير، كان الدكتور عبد المنعم عمارة وقتها، بان الاربعة يكملوا ويستكملوا المجلس من الناس اللي اخفقت. عند هذا المستوى بدأ الكلام ان لازم، الحقيقه في هنا موقف للدكتور عبد المنعم عماره لازم يذكر له، ايوه، انه فكر اهتدى الى حل قانوني ولكنه بارع جدا. نعمل اقتراع بسحب الثقه على المجلس. خلاص؟ ايوه. الاقتراع بسحب الثقه يقتضي التلتين، لازم تاخد اغلبيه التلتين مش النص زائد واحد. ثلاثة واحد. ثلاثة؟ زائد واحد. فالموضوع صعب، يعني صعب انك تسحب الثقة، فوالله إذا ما حصلتش على الكلام ده يبقى المجلس القديم هيستمر. ويبقى الحل إنه يستكمل نفسه من الراسبين. بالظبط. لو الجمعية العمومية رأت سحب الثقة يبقى في انتخابات جديدة. فابتدينا نتكلم، طب مين اللي هينزل الانتخابات؟ طب افرض اتسحبت الثقه، ما هو اما تسحب ثقه من المجلس يبقى كل المجموعه اللي في دي ما ينفعش انها تنزل تاني، تقترع لا يليق. طيب مين اللي هينزل؟ كان الكابتن صالح عضو مجلس اداره من 88 وقال هم دورتين. وتطوع انه ما ينزلش في 88، ونزل الكابتن الوحش قدام الاستاذ كمال حافظ ورحمه الله جميع، ونجح الكابتن الوحش، ولم ما حصلش توفيق زي ما قلت. وبدانا نضغط على الكابتن صالح، وكانت الجلسات تتم عندي في شبرمان. ده حسن مصطفى ودكتور حسن مصطفى. محتاج تعمل كتاب شبرمان تتكلم. والله يرحمه منعم عطيه ورياض اباظه ومختار اباظه، كل عتاوله النادي الاهلي. يا كابتن صالح انت هتسيب المجلس كده؟ يا كابتن هتسيب النادي؟ انا يا جماعه خلاص النادي محتاجك، ما تقعدش بقى تقول شعارات وساعه ما النادي يحتاجك. قال لهم طب هو عشان يخلص هتولي. قال لهم طب انا، طيب انا فاكر الكلمه دي، انا كان عندي خص كده بوص وكنا فرشين على الارض ومصاطب وقاعدين. قال لهم طيب انا موافق بس على شرطين، ولا واحد من اللي استقالوا ينزل الانتخابات دي. ايوه، عشان يعني ما يتقالش. السبعه حسن حمدي ومحرم الراغب السبعه اللي انا عديتهم وهشام سعيد، السبعه دول ما ينزلوش الانتخابات دي. فبصوا لبعض كده قالوا له حاضر ماشي. قال لهم وانا عايز طبعا لازم نجيب بقى تسعة جداد. ما هو المجلس عشرة زائد واحد، نجيب عشرة جداد. فوروني بقى، وروني مين عشرة كويسين يقدروا جداد يديروا النادي الأهلي. قلنا له دي شروطك، احنا هنعرض عليك الأسماء، إن ما لقيتش العشرة دول يبقى خلاص. قال خلاص اتبعنا، اتفقنا. وبقت مهمة البحث عن العشرة، كان لازم يجوا جداد. في الوقت ده كان عترنا بقى في الدكتور بدراوي و حسام بدراوي المهندس ابراهيم المعلم واللواء فاروق رجب، وجه سفير نور قال انا معاكم، والسفير وسميح انور ده جه بالتعيين. أيوة. ورحمه الله عليه محمد عبده امين صندوق، كان رئيس اتحاد الجمباز السابق وعضو اللجنه الاولمبيه، ومجدي عبد المنعم اللي كان سكرتير يعني، وانا ومبروك متولي. ونجح فقط حمدي الكنيسي، استاذ حمدي الكنيسي. ما هو نجح لسبب ودي قصه اخرى يعني. ايوه، لان جه الدكتور حسن مصطفى اعتذر اخر يوم ما نزلش انتخابات، فبقينا تسعه. فنجح حمدي الكنيسي.
ده موضوع نقوله على جنب بعدين. تمام. فالكابتن صالح لما لقى الاسماء دي عندك اعتراض على ده؟ لا، هو ما يعرفش فاروق رجب. اللي رشح فاروق رجب مين؟ واحد يثق فيه الكابتن صالح جدا، الفنان ربنا يديله الصحه، صلاح السعداني. قال له على ضمانتي وده راجل محترم و و و الله يرحمه. اللي هو فاروق رجب يعني. فاروق رجب طبعا ناس كتير رحمه الله عليه عمل موسوعه كويسه على الاهلي كمان. فتصور بقى ما هو قاعد يقول لك اللي نجحوا اللي استقالوا ما ينزلوش عشان ما يبقى لهمش مصلحه انهم طربقوا المجلس ورجعوا، ينزلوا بعد المرحله الانتقاليه هم حرين. جينا في المرحله الانتقاليه جالك نجوم في المجلس الجديد وناجحين جدا، طبيعي يكملوا يعني. لما تلاقي بقى او محمود سلطان، ايوه جيب عندك التعيين بعد كده، محمود سلطان وسفير نور وابراهيم المعلم وحسام بدراوي ومحمد عبده ومبروك متولي وانا يعني، طب ما دول هيروحوا في ايه؟ دخل عليهم بقى ايه السبعه اللي استقالوا. ايوه بقينا 17. مجموعه قديمه تقال قوي يرى ان هم ليهم الحق في الدخول، ومجموعه جديده شايفه انها خدت النادي في مرحله حرجه، وابتدى في المجلس الانتقالي ده ابتدى مدينه نصر يتبني، ابتدت الفريق يتغير ويدعم، ابتدت حركه جميله. فالكابتن صالح قلت له يعني احنا ال 17 يقدموا اعتذارهم عن الدخول الانتخابات، وحضرتك تختار العشرة اللي ترى انهم يخشوا معاك. قال طب ما تختاروهم انتوا بينكم وبين بعض. من هنا جت الكلمه السحريه لسه. ف 16 مننا كتبوا استقالات، وواحد قال لا انا معاكم بس انا هنزل. فالكابتن صالح قال اذا ما التزمتوش كلكم الغي الفكره. واتضايق شويه. وشوفوا بقى هتعملوا مع بعض. بغضب او زعل. يعني ما انبسطش. قلت لهم رحنا عاملين اجتماع مع بعض يا جماعه ننزل بس نرفع شعار بقى كلنا هنساعد بعض تحت شعار الاهلي فوق الجميع. واللي ربنا يكرمه يكرمه، بس كلنا ال 17 هنساعد بعض في كل جولاتنا ايد واحده. ايوه. ونقول للناس انتخبوا 10 مننا والباقي. وربنا يعني رزقني ان انا اللي كنت ماسك الناحيه الاعلاميه وبقدم الناس وبقول بريفنج على كل واحد، لدرجه انا كنت اروح ساعات في مثلا في شركات البترول، والله الحاج هاشم الله يرحمه ما نزلتش ليه يا استاذ عادل؟ قلت له يا ابني ما انا في النازل. قال لي ما انت ما جبتش، ما قلتش. قلت لهم يعني انا هقول لكم وانا يعني ما انتم عارفين. المهم يعني فده كان صالح سليم، كان اختار رجاله بمعايير محدده. ما يحبش النفاق ابدا يا ابراهيم. يعني انا اذكر خليها بعدين دي لان موقف خاص. ما يحبش المنافق ولا الكذاب ولا الخاين، وكان يقول لي يعني عندي درج هنا لما بشيل منه حد وارميه بره الدرج واقفل بالمفتاح برمي المفتاح في البحر ما يرجعش تاني. طيب الحقيقه انت اهديتنا تسجيل صوتي للكابتن صالح سليم في الاذاعه المصريه نادر. نشوف في الاول الكابتن صالح يتحدث في هذا. هو قيمه المذيعة القديرة أمينة صبري، قيمه التسجيل ده يا استاذ ابراهيم بس الناس شافت فيديوهات كتير للكابتن صالح بس ما سمعتش رايه في الاحداث اللي النهارده لما هتسمع رايه هتقول يا ريتني نفذ النهارده الكلام ده. في فكره المقارنه بين الاجيال مع بعضيها، يتقال لك محمد صلاح فيتقال لك طب هو محمد صلاح احسن من مين وعدى مين وساب مين، يلعب اللاعب الفلاني يقاس على اللاعب العلاني رغم ما بينهم من فترات طويلة جدا يخلي المقارنة فيما بينهم هو مناخ مختلف وظروف مختلفة مش صحيح. نشوف الكابتن صالح لما سئل في الإذاعة المصرية عن طبيعة المقارنة بين الأجيال. في نقطة أحب أوضحها، أن أيام صالح سليم حضرتك بتقولي أن الكرة كانت في أوج عظمتها يعني أنا بعتقد إن ده كلام يعني معرفش ما أقدرش أقول على إن سنة
أو فترة معينة أو فترة زمنية معينة كان فيها كرة بالذات يعني أحسن من غيرها، لأن يعني كل عصر وكل وقت وكل له ظروفه، يعني له ظروف معينة بتحدد. يعني ما نقدرش نقول الكرة زمان كانت أحسن من دلوقتي أو دلوقتي أحسن من زمان، ولو إن دي مناقشة كل الناس بتثار بينهم يعني بتقولها وبتتكلم فيها وبيتناقشوا فيها، ويمكن هو ده سبب أو سر من أسرار يعني إن بيخلي إن كرة القدم بتاخد هذه الشعبية الواسعة، لأن في كل حتة الناس بتتناقش في الحاجات دي، فلان أحسن من فلان وفلان لو كان ممكن لشعبية اللعبة نفسها. لا هي أنا بعتقد إنه المناقشة دي هي اللي بتخلي للعبة شعبية. إذن ببساطة شديدة ما يصحش نقارن بين الأجيال لاختلاف المناخ. هو قال لها كرة صعبة جدا دلوقتي، وكرة زمان كانت لها ظروف مختلفة، فهو ما كانش من هواة المقارنة بين الأجيال. ولكن أيضا إيه سبب تسمية الكابتن صالح بالمايسترو؟ في هذه هو اللي هيقول نشوف صالح سليم يجاوب على سر تسمية المايسترو. من ضمن ما كان كنت بتوصف بيه بصفة المايسترو، ايه سبب هذه التسمية؟ هو اصل يعني في كل فريق بيبقى لاعب او اتنين اللي هم يعني صانع العاب، اللي هي يعني بتبدأ من عنده الخطة او هو بيبدأ تنفيذ الطريقة اللي هنتلعب بيها. يعني مثلا اول ما تتقطع كوره يدوها لصالح وصالح هيعمل كذا، يبقى نقطه البدايه يعني بتاعه الهجمه. فهي دي صنع الالعاب، وفي في كل فرقه واحد او اتنين ساعات طبعا، كل ما زاد صنع الالعاب ده كل ما او عددهم زاد كل ما كان احسن يعني. فعشان كده يمكن هم التسميه دي بقت يعني زي مايسترو بتاع الفرقة الموسيقية، لما يعني بيأشر للموسيقيين انهم يعزفوا. وساعات كتير كانوا بيقولوا عليا حسب الله يعني ساعات يعني طيب كان يذكر نفسه بسرعة يعني عشان ما يعيش الدور. قال لك وساعات يقولوا عليا حسب الله، هنا صالح المتواضع بقى. طيب مش كتير لما يكون في الملعب ثلاثة اخوات في فرقة واحدة، لما يكون صالح وعبد الوهاب وطارق ثلاثة اخوات في فرقة واحدة. اتسأل الكابتن صالح في هذا الحوار النادر عن شعوره لما حد منهم يصاب، وكان بيتعامل مع الموقف ازاي. انما يعني انا لعبت مع طارق كتير ومع عبد الوهاب كتير، بس احنا الثلاثه ما لعبناش كتير سوا يعني. لعبنا عدد مباريات يعني تعدى على صوابع الايد الواحده يعني. طب وانت كابتن للفريق ومعاك اخواتك، كنت احساسك بيهم ايه؟ احساسك بيهم زي احساسك ببعض باللاعبين الاخرين تماما، ولا تحب برضو مثلا تظهرهم تبصيله كره يقدر يعني؟ لا والله في وقتها الحقيقه ما يعني الواحد كان يعني ما فيش فرق اطلاقا ما بين اي واحد فيهم وبين اي لعيب، لان الواحد كان بينزل ملعب همه انه يكسب. طيب هي شخصية الكابتن صالح سليم الحزم والحسم ده اختيار ولا فطرة ولا ايه؟ نسمعه. طب هو معروف عن حضرتك ايضا وانت الى الان مش بس وانت كابتن للفريق الاساسي او رئيسه ان الحزم، ويمكن نقول الشديه. هو في يعني ما اعرفش هي مساله انا يعني ما عمري ما فكرت ان انا ابقى يعني حازم لمجرد انه لازم يعني عشان الكلمه كلمه حازم دي. لا هي الفكره يمكن جت او بتيجي يعني ان انا لما احب لما اعمل حاجه احب ان انا اعملها كويس يعني تعملها صح، و
لما بنتفق كنا بنتفق زمان، ما كانش فيه بقى خطط ولا حاجة يعني المدرب يقولها لنا وتاخته وبتاع، لا احنا كنا بنتفق مع بعض يعني. فلما نتفق على لعبة معينة فكانت يعني دي بقى بالنسبة لي لازم تبقى يعني لازم تتنفس مقدسة، مقدسة جدا. فاللي ما كانش بقى اللي يعمل اي حاجة وما ينفذش الحكاية دي يبقى خلاص، يبقى لازم بقى ازعق فيه واشخط فيه ومش عارف ايه، لانه يعني كنت واخد مسألة جد يعني قوي. هو ده مطلوب على عموم طبعا يعني. وهدي ساعات بتفسر لما يتقال على واحد زي حسام غالي مثلا بيزعق كتير ليه وبيتكلم كتير ليه، لان مدى الحرص على تنفيذ الصح في الملعب اللي هو مسؤول بيبدا من عنده الامور. كابتن صالح كان دي تلقائيه في شخصيته، ما كانش حد بيزعل منه. لكن يتحدث ايضا عن الزمالك، عن المنافسه مع الزمالك، كان رايه ازاي؟ انا كنت بهتم بكل مباراه طبعا، مباريات معينه كان لها اهتمام زائد وهي مباريات الزمالك، لان ده كان فيها منافسه شديده قوي في ذلك الوقت لغايه النهارده كمان. لكن مع الاسف يعني دلوقتي المنافسه بقت يعني بشكل مش زي ما كانت عليه زمان يعني، ولو ان دلوقتي الحمد لله رجعنا تاني وابتدت تتحسن الامور والجماهير ابتدت يعني تشارك، سواء جماهير الأهلي ولا جماهير الزمالك فبيشاركوا بعض في المناسبات الهامة. طيب إصلاح الكرة في مصر من زمان بيتقال عايزين نطبق الاحتراف. كابتن الجوهري اللي اختلف معاه الكابتن صالح أول ما رجع من كأس العالم 90 فرض على اتحاد الكرة تطبيق الاحتراف. نشوف رؤية الكابتن صالح سليم اللي احترف في الخارج وكان له تجربة مهمة جدا مع جراتس النمساوي، شاف فكرة إمكانية تطبيق الاحتراف في مصر كإنقاذ إزاي. لعبت كلاعب محترف، نقدر نقول بقى نظام الاحتراف في الكرة يصلح مثلا لمصر لبلادنا العربية؟ طبعا هو نظام الاحتراف يصلح، بس قبل ما نطبق نظام الاحتراف، نظام الاحتراف ده عبارة عن انه بيتحول النادي من مؤسسة رياضية كده هواية وبتاع الى مؤسسة رياضية تجارية، يعني بيبقى فيها اسهم وبيبقى فيها زي شركة بالضبط، او زي فرقة مسرح. اللعيبة تمنهم بيبقى في السوق يعني بيعلى ويوطى وبتاع على حسب أدائه. وطبعا في حاجات بتنظم هذا، لأنه كل ما يعلى كل ما نسبته في المبلغ اللي بيدفع فيه بتزيد أو بتقل، فبيحاول يحسن نفسه باستمرار. وبعدين النادي ككل بقى الدخل المباريات ده بيبقى يا مكسب، لما بيكسب باستمرار ناس كتير بتيجي تتفرج عليه وبيوصل بقى لبطولات، إذا كان في أوروبا بطولة أوروبا أو بطولة أمريكا أو بطولة أفريقيا، فدخله بيزيد فبيكسب كمؤسسة بقى بتشتغل يعني. أما الكلام ده بقى عشان نطبقه في مصر ده يبقى صعب جدا، يعني مسألة مش مهيئة من ناحية التنظيمية. وبعدين كمان عندنا الأمن بيزيع المباريات كلها في التلفزيون، فدي طبعا بتأثر على الدخل. مين اللي هيحط فلوس في مؤسسة عشان ويحجيله في بيته؟ فلا بتكلم على مين اللي هيشتري، هيساهم في الأندية دي عشان يدفع فيها فلوس وهو عارف ان كل المباريات بتتذاع في الهواء، يعني مفيش إيراد. فده مش ممكن. انما طبعا ممكن انه يتطبق، اذا كانت الدولة عايزة تطبقه وجادة في هذا ممكن جدا يعني. لا، لمصلحة الكرة او لمصلحة الرياضة واللعبة ولا مش لمصلحة؟ هو احنا بنقلب الحكاية. هو أنا بقول إنه لما يبقى في تنظيم للعبة المستوى بيرتفع، ولما المستوى ارتفع يبقى بعد ما المستوى ارتفع يبقى في احتراف، يبقى في ناس عندها استعداد تيجي وتدفع فلوس عشان تتفرج. إنما لو كان مستوى منخفض، ما هو زي بالظبط زي ما بقول لحضرتك فرقة مسرح،
تقدم مسرحية بايخة ما حدش بيروح. إنما لما الممثلين يبقوا كويسين والمسرحية تبقى كويسة بيبقى في إقبال، فبالتالي الإيرادات بتزيد. نفس الحكاية بالنسبة للكورة، يعني قصدي أقول من هنا مش الاحتراف هو اللي هيرفع مستوى الكورة، لا، التنظيم الأول وبعدين التنظيم ده بيرفع المستوى، وبعدين لما المستوى بيبقى مرتفع نبتدي نقول للناس دي بقى محترفة. زي ما نشأ الأهلي كشركة مساهمة في 1907، شاف الكابتن صالح سليم في هذا الحوار أنه الحل للكرة عشان تطبق الاحتراف ترجع الأندية. بس كان يرى الاحتراف هو قمة الهواية وقمة التنظيم بالزبط. مش هو اللي هيعمل بالزبط. النظام، وده اللي احنا للأسف ده المفهوم الغائب عندنا. طيب كيف كانت هذه النبتة الأولى؟ صالح سليم هذا المولود ظهر فين؟ نشأ فين؟ حكايته إيه؟ أسرته مين؟ الإعلام الكبير الأستاذ محمود سلطان عليه رحمة الله رصد هذا في فيلم تسجيلي عن بداية ونشأة صالح سليم. في تاريخ الكرة المصرية طفل في سنوات عمره الأولى اسمه صالح سليم، وقع في غرام كرة القدم، يلعب الكرة في فريق شارع عكاشة قبل أن يصبح لاعبا بفريق مدرسة الأرمان، ثم لاعبا بفريق مدرسة السعدية الثانوية، لتلتقط هناك عين حسين كامل أحد كشاف الأهلي، ليدخل معه النادي الأهلي لأول مرة في حياته منذ 58 عاما. ومن يومها لم يخرج صالح سليم من النادي الأهلي. وعشان كابتن صالح متعدد الجوانب، فنان وغاوي موسيقى وبيمثل كويس ولعب كرة عظيم وقائد أعظم، كيف يراه شاعر محب النادي الأهلي بطعم ونكهة أحمد فؤاد نجم يتحدث عن قيمة الكابتن صالح سليم؟ أروي حادث أنا عشته. كانت في العباسيه قهوه اسمها قهوه علي سليم، كان بيقعدوا عليها علي الدزوي. فانا دخلت اول عيني على الدزوي، الدزوي ده كان لعيب عبقري. دخلت ما تكررش تاني. ما تكررش. لا ما تكررش. وانا كنت فاكر لما كانوا بيجوا الفرق الاجنبيه من بره اول ما يقولوا هو الدزوي هيلعب، انا فاكر الحكايه دي مره عملها استريا النمسا ومش عارف اليونان وتركيا وتركيا وتشيك، كان اول ما ينزلوا الملعب يقولوا عايزين نشوف الدزوي. الدزوي ده كان حيوي مش لاعب كوره. فدخلت لقيت الدزوي كان صوته بقى رفيع كده، بيقول واحد اتنيل اللي عمل قيمه لعيب الكوره في مصر صالح سليم. شوف الجمال، يعني حتى زمايله شايفينه كده، كل زمايله كانوا شايفين ان هو اللي عمل لعيبه، زي ما يقول لك في الملاكمه اللي عمل قيمه للملاكمه كلاي. عشان كده لما الناس حبت تنحاز في الانتخابات الاخيره في النادي الاهلي ويتكلموا على الشورت والفانيلا وازاي النادي الاهلي يرأسه لاعب بشورت وفانيلا، فاتهم انه اسطوره الاداره الاهلاويه والرياضيه في مصر هم لاعبي الشورت والفانيلا، من مختار التتش للكابتن صالح سليم للكابتن حسن حمدي للكابتن عبد الصالح الوحش للكابتن محمود الخطيب، كل اساطير الاداره الرياضيه في تاريخ النادي الاهلي نجوم الكرة من بعد ما الكابتن صالح سليم جعل للاعب الكرة هذه القيمة، وكان أول لاعب كرة يصل إلى كرسي رئاسة النادي الأهلي. أحمد فؤاد نجم من ولعه الشديد بالأهلي عمل كتاب الأهلي يا حب يا حتة من قلبي، لكن هذا الإعجاب بصالح سليم ربما كان لأنه من أكثر الناس اللي تمسكت بمصطلح مبادئ النادي الأهلي. يا ترى الكابتن صالح نفسه كان شايف كلمة مبادئ الأهلي دي إزاي لما الناس حاولت في الفترة الأخيرة تستهين بيها أو تقلل من جدواها؟ نشوف الكابتن صالح سليم يتحدث عن مبادئ الأهلي. أنت ده تحتيه المسؤولين عن مبادئ الأهلي، مفروض تدافعوا عن المبادئ اللي احنا ماشيين عليها دي اللي اتعلمناها من اللاعبين. بس الكلام ده يتبعون تمن ايه؟ تمن ان احنا
مره واثنين وثلاثه وابقى كذاب وانا مستعد. لو عملتوا كده وفشلتوا تعالوا كلكم قولوا لي انت كنت فاشل. طبعا هو لم يلخص كلمه مبادئ، انما دي كانت جلسه بيقول لهم جزء من مبادئ النادي الاهلي عايزين نتمسك بيه، لو عملنا كذا كذا في الكوره يبقى ضامنين المكسب. طيب انت كنت سعيد الحظ تاريخيا ان ترافق الكابتن صالح في اسعد رحلات حياته. الرحله الوحيده اللي طلبها الى جوهانسبرج يتسلم جايزه. انا حكيت القصه دي قبل كده لكن سريعا نتفرج على الفيديو نفكر الناس بيه، نفكر الناس الاول عشان يعرفوا ملابساته. نشوف الكابتن صالح ويتسلم الجائزه الاغلى في تاريخ النادي. جوهانسبرغ في جنوب افريقيا، وبالتحديد في يوم الثلاثاء الموافق 22 من شهر مايو عام 2001 كانت لحظه تتويج قصه الحب التي جمعت صالح سليم بالنادي الاهلي، حين وقف صالح يتسلم جائزة النادي الاهلي كنادي القرن في افريقيا. كانت هذه الجائزة هي التكريم الحقيقي للاثنين معا، النادي ورئيسه. Ladies and gentlemen, I receive this honor which happens once every 100 years. أنا سعيد جدا بهذا الجهاز وكانت تلك اللحظة هي أجمل نهاية ممكنة لكل هذا المشوار الطويل والجميل الذي قطعه الأهلي مع صالح سليم من أجل كرة القدم ومن أجل مصر. أنا هبدأ أحسدك. ليه؟ انت مش بس ترافق المايسترو في اهم واغلى رحلات حياته، واللي الكابتن الاستاذ محمود سلطان قال لك كانت مسك الختام لمشوار حياته، وكانه لا انت تستمع الى الموسيقار الكبير. لا ده هو صالح لما طلب دي كانه يدرك ربما تكون هذه اخر مهمه له. حتى قالها ان انا اتمنى ان احنا في القرن الجديد، لا يعني ورجع بعد كده مرض الموت يعني. كمان سعيد الحظ ان انت تستمع الى الموسيقار. دي كانت أول حلقة في افتتاح القناة رسميا، بس الرسمي مع الكابتن عمار الشريع، ولكنه عطف على علاقة الكابتن صالح بالموسيقى. نشوف الكابتن عمار الشريع في ضيافة الموسيقار عدل القيادة. نسمع. يعني صالح كان مزيكاتي سميع مزيكا. انا بقى دي مش من المؤجلات اللي انا عايزك تتكلم فيها دلوقتي، لان فعلا صالح محدش يعرف انه كان من السميع الكبار قوي. من السميع الكبار ومن اكبر اصحاب المكتبات الموسيقيه في مصر. كان عنده مكتبه موسيقيه لو تحب ناجل الكلام عنها. ليه؟ لا خلي طيب. كل حاجه في السياق. معلومه انا سخنت يعني. اسخن يلا. فكان عنده مكتبه موسيقيه لما الشرق والغرب او السند والهند وبلاد تركب الافيال. اللي يخطر في بالك هتلاقيه. وكان اقول لك يعني مثلا انا اول ما سمعت المطرب الكبير صباح فخري سمعته في بيت صالح سليم، وهو اللي قال لي اسمع الراجل ده وخلي بالك منه، وراح حاطط لي حفله لصباح فخري. كان بيحبه جدا. كلها مشيت صباح فخري، معرفتش امشي، معرفتش اسيب. قلت له لا شوف لي بقى اللي عندك ايه، وابتدى يحط لي حفله ورا حفله الليله كلها مشيت صباح فخري. اول مره اسمع عازف الساكس العالمي ايزاك هيز سمعته عند صالح سليم. البيانيست كليدرمان سمعته عند صالح سليم. أول مرة أسمع كارنينا بورانا كاملة سمعتها عند صالح سليم. يعني عايز أقول لك إنه كان متنوع المذاق. أيوه ما كانش سميع قافل نفسه على حتة. لا كان له اختيارات وله ذوق وله مذاهب سمعية. وكان تتعطل ليلته جدا إذا أجبرته إنه يسمع حاجة هو مش عاوز يسمعها. يعني مثلا يبقى عندي في البيت فأنا أبقى طالع من تسجيل والتسجيل عاجبني فعامل غنوه حلوه ومبسوط منها وبتاع، فيقول لي هتسمعني ايه؟ اقول له مثلا كذا، يقول لي لا عايز اسمع عبد الوهاب مثلا او سيد درويش، هو كان بيحب سيد درويش حقيقه، سيد درويش مش عبد الوهاب. فاقول له طيب بس عايز اسمعك غنوه كذا، فيعني
ما يعترضش لكن ايه يململ يعني يتململ اه. فاقوم ايه حاطط الغنوه صالح ده اتقفل الليله دي اه خلاص مش هتفتحه يعني دي. كان ذواق الى درجه ان ممكن يخش في مود مختلف لو سمع حاجه ما تعجبوش ما خالص خلاص لا مش عاوز يسمع خلاص زهق مش عاوز يسمع وممكن يكون مش عاوز يكمل معاك حتى خالص يعني. يلا بقى يلا ما تيجي ننزل نروح حته تانية اي حاجه يعني خلاص الليله اتضربت يعني اذكر ان مره كان عنده هو حفله في البيت وطلبني عزمني فيها يعني فانا قلت ايه يعني من باب التحيه رحت واخد له الاورج والعود معايا الاورج ده ما بناخدوش الا العزيز الغالي يعني شيله اه شيله وشيله بيشيلوها اتنين تلاته وينصبوها في البيوت وبتاع وجايز جدا يتكسر في مشوار من دول واذا اتكسر تصليحه مشكله وكذا كذا يعني يغلب انت واخده مجامله بقى انا واخده جامل وفردنا الاورج ويا دوبك لعبت حته وده راح جاي واقف جنبي قال لي ما بلاش البتاع ده بقى تمسك لنا العود هو ازعجه الاورج عايز المزيكا العربي الاصيله عرب. عايز مزيكا عربي انا قلت يا ريتني ما جبت الاورج يعني طب خلاص قلت له لا تشيلوا الاورج يا جماعه وقعدنا لعبنا عود واتقضت الليله بالعود من اولها لاخرها لا انت ليك حق تحسدني مش كده ان انا اسافر مع كابتن صالح وتستمع الى عمار الشريعي واحاور عمار الشريعي اللي بعد كده ما قدرتش اقطع صلتي المستمره بيه لحد ما توفى عمار الشريعي احد ظرفاء هذا العصر واحد صحيح. الحكايين صحيح. اللي ما يكرروش وموسيقي عبقري صحيح. ولكن ما يعني ما سنتركه اكبر بكثير مما تحدثنا فيه والكلام عن صالح سليم وذكرياته وعايز اسابيع مش عارفين هنقدر بعد كده نكمل معاك ولا لا احنا دهمنا الوقت ولكن قبل ان يدهمنا الوقت استاذ ابراهيم يجب ان احنا نقول قرارات مجلس الاداره اللي وصلت لك دلوقتي جلسه من العصر حتى نصف ساعه مضى طيب المجلس برئاسه الكابتن محمود الخطيب قرر اعتماد توصيات المكتب التنفيذي للنادي في اجتماعاته السابقه المجلس عقد انتهى منذ قليل في الشيخ زايد في مقر النادي قرر المجلس تكليف المهندس خالد مرتجي عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى الإمارات للقاء أياكس الهولندي في مباراة اعتزال حسام الغالي اللي هتقام في استاد هزاع بن زايد يوم 11 مايو الجاري على أن تستمر رئاسته للبعثة خلال توجهها من الإمارات مباشرة إلى أوغندا للقاء كامبالا سيتي في دوري أبطال أفريقيا يوم 15 هذا الشهر وقرر المجلس تكليف الأستاذ طارق أنديل عضو مجلس الإدارة بتمثيل النادي في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الإسكواش وكذلك تكليف المهندس محمد سراج الدين عضو المجلس لتمثيل النادي في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الطائرة فيما يتعلق بملف الإنشاءات الذي يمنحه مجلس الإدارة اهتماما كبيرا حسب البيان الصادر عنه لخدمة الأعضاء استمع المجلس لتقرير مفصل من المهندس سامح كامل المستشار الهندسي للنادي متضمنا الجدول الزمني لكافة الأعمال الإنشائية والتطوير بفروع النادي الثلاثة والتي بدأت بالفعل في فرع مدينة نصر من خلال إنشاء حديقة جديدة لجلوس الأعضاء بالإضافة للمنطقة الترفيهية وكذلك أعمال التطوير الخاصة بأسوار النادي وفيما يتعلق بملف التطوير والإنشاءات داخل مقر النادي في الجزيرة فإن العمل في هذا الملف سوف يبدأ بعد أجازة عيد الفطر مباشرة إن شاء الله من خلال تطوير المبنى الاجتماعي وإنشاء صالة الكاراتيه الجديدة بالإضافة إلى تطوير أسوار النادي أما في فرع الأهلي بالشيخ زايد فقد تسلم النادي المستندات والمخطط العام للمبنى الاجتماعي الجديد على أن تشمل الطفرة الإنشائية في فرع زايد إنشاء مقر جديد للشهر العقاري لخدمة الأعضاء وفيما يتعلق بالفرع الرابع في التجمع الخامس فسوف يتسلم النادي خلال الأيام القليلة القادمة الخطاب الوزاري لاعتماد المخطط العام للفرع الجديد على أن تبدأ بعده مباشرة عمليات التراخيص من الجهات المختصة حتى يتسنى فتح باب الاشتراكات أمام الراغبين الجدد في الحصول على عضوية النادي بالتجمع الخامس المجلس برئاسة الكابتن محمود الخطيب استعرض ملف تطوير أكاديميات الأهلي لتحقيق الاستفادة المثلى من هذه الأكاديميات ونتيجة الجلسة التي عقدها مع الكابتن إبراهيم عبد الصمد مدير أكاديميات الأهلي وما تم طرحه من أفكار لتطويرها وكذلك ما تم إنجازه من خلال العقد الجديد الذي أبرمه النادي مع أكاديمية الأهلي بالكويت بقيمة مادية بلغت 3 أضعاف العقد السابق
كما ناقش مجلس الإدارة ملف قطاع الناشئين وقرر تفويض الكابتن محمود الخطيب لعقد جلسة مع الدكتور عمرو أبو المجد رئيس القطاع لتوفير كل الإمكانات والمناخ المناسب للعمل بالقطاع حتى يفرز العناصر الجديدة من اللاعبين التي تسد احتياجات الفريق الأول وتتوافق مع السياسة التسويقية للنادي. كذلك ناقش مجلس الإدارة في اجتماعه المطول استعدادات النادي لشهر رمضان الكريم على مستوى 3 أفرع والدورات الرمضانية المقدمة من لجنة الشباب والخيمة الرمضانية في فرع الشيخ زايد على أن يتم الإعلان عن كافة التفاصيل فور الانتهاء من الإجراءات التنظيمية لهذه الدورات، كما قرر المجلس اعتبار جلسة اليوم ممتدة لحين تحديد موعد جديد لمجلس الإدارة لإنجاز جزء كبير من هذه المهام الكبيرة. يا باشمهندس أنت متخيل يعني اعتماد المكاتب التنفيذية السابقة؟ دي مسألة طبعا، والإنشاءات الاثنين دول ما فعلا لا يمكن جلسة في 6-7 ساعات تخلصهم، لكن كل الاعتمادات دي بتقول لك النادي الأهلي في حراك مستمر. هل لديك أقوال أخرى؟ لا أنا يعني لدي، بس مش هنلحق نقول أي أقوال أخرى. كابتن صالح سليم يحتاج ألف رحمة ونور على روح المايسترو الطيبة. دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى كما رآه وحلم به المايسترو بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي سويا إن شاء الله ونسيبكم مع زين النوادي كما حلم به صالح سليم. وجلالا تحية وجلالا أيها النادي فأنت زين النوادي حلية الوادي لله أيامك الغراء مشرقة تزهى على جمع فيها واحد سجلت فيها من الأمجاد مقارة عزت على كل أعزاز وإمجاد عزت على كل أعزاز وإمجاد خمسون عاما من التاريخ قد خشعت لها القرون بأعوام وآباد كانت سجل ليالينا تذكرنا بما مضى من تواريخ وأعياد جمعت شمل بني مصر وجيرته في حاضر من أمانهم وفي بادي وكنت مشعلنا الوضاء نرقبه ليجعل الشمل في حفل وإسعادي فيه تلقى بنو أم
التقى فيه آباء بأحفادي عاشت رحابك بالأرجاء شاسعة لساكني مصر بل للناطق الضالي تحية وجلالا أيها النادي فأنت زي